نبدأ؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلكم منصور السلمي طالب سنة ثالث. حتكلم إن شاء الله تعالى عن one of the congenital heart defects في pediatric patients اللي هو A-cyanotic heart disease. حنتكلم إن شاء الله في المحاضرة بالتفصيل إيش هو A-cyanotic heart disease subtypes حتى تكون تفصيل كل واحد. بعد كده في نهاية المحاضرة حنسوي بكر سريع كيف نفرق ما بين كل واحد منها إيش الـ important points. طيب الobjective definition of congenital heart disease, common type of A-cyanotic heart disease, common symptoms, examination, investigations and management. طيب introduction to congenital heart disease. لما نقول congenital heart disease ايش اقصد؟ معناته congenital defect في الهارت، معناته صاير من اول ما انولد اللي هو البيبي عنده congenital defect في الهارت. طيب نقسمها الى قسمين، اما حتكون A-cyanotic heart disease or A-cyanotic heart disease. ايش الفرق ما بينها وايش معنى كل واحد؟ cyanotic heart disease من اسمه cyanotic معناته حيكون في cyanosis، معناته في البيبي في زراد، فهذا عنده right to left shunt. A-cyanotic heart disease هذا العكس تماما، حيكون في left to right shunt. طيب ايش المعنى حق right to left وايش المعنى cyanosis الى اخره؟ ايش اللي يسوي الزراد في البيبي او cyanosis اللي حيسويه الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين؟ الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين هو اللي حيدي البلوش discoloration. طيب الديوكسينيتد هيموجلوبين احنا عرفنا النورمال هيجي من الـ بريفرال سيركيليشن عن طريق اللي هو الفينس فيتين، وهيرجع للرايت اتريوم، بعد كده رايت فنتريكل، بعد كده يروح اللنج يصير الديوكسينيشن، بعد كده ينزل از فريش بلاد اوكسجينيتد بلاد، حينزل للليفت سايد اوف الهارت حيصير البمبنج اللي هو البادي. تمام؟ طيب لو كان في رايت تو ليفت شنط اللي هو السيانوتيك، فاللي هو البلد الدي اوكسجين بلد اللي هو حيدي البلوش ديسكريشن اللي حيدي السيانوسس، تمام؟ حيرجع من الرايت سايد اوف ذا هارت وفور اني كوز لاي سبب ما يروح من الرايت للليفت مباشره دون ما يروح لللنج. فلما يروح للرايت للليفت صار عندي في الليفت فنتريكل في دي اوكسجينيتد بلد، فالدي اوكسجين بلد هذا حيصير بامبنج، فعشان كده حيروح للجسم وحيبدي البلوش ديسكريشن. تمام؟ طيب A-cyanotic heart disease هذا حيصير العكس تماما، في congenital defect في الهارت لكن بدل ما يصير right to left صار العكس، صار left to right. هذا ما حتلاقي عند cyanosis، ليش؟ لان ما في deoxygenated blood جالس في اللي هو ال left ventricle، يعني هذا عنده oxygenated blood بالعكس، عنده oxygenated blood رايح من الرايت ventricle. طيب overall prevalence of heart defects both cyanotic and acyanotic، يعني كل ال congenital heart defects cyanotic ولا acyanotic بجميع انواعها represent about 6 to 8 اللي هو patients في كل 1000 مولود، هنلاقي منهم 6 to 8 patients عندهم one of these two types. طيب the most common defect احنا عندنا في اليسار، هنا عندنا اللي هي acyanotic، تمام؟ هنا عندنا A-cyanotic، وهنا عندنا اللي هو cyanotic. طيب A-cyanotic وcyanotic، الموست كومن في A-cyanotic اللي هو ال VSD، هو الموست كومن طيب الازعاج تحملوني شويه لانه انا في المستشفى فشايف كذا مكان المقهى فما في احد، بس انه عند الكاشير الازعاج هذا كله، معلش بس حملوني شويه. طيب اهم شيء الصوت واضح؟ سامعيني؟ لا احد يسمع الشات، ماني فاتح الشات، لا احد يتكلم. ايوه الصوت واضح. طيب تمام. فالموست كومن ديفكتس قلنا في A-cyanotic وفي اللي هو cyanotic. طيب A-cyanotic الموست كومن VSD او ventricular septal defect represent about 30%، بعد كذا في BDA، بعد كذا ASD او atrial septal defect، بعد كذا coarctation of aorta.
كل الأنواع هذه اللي على left side هذه حيكون عندهم left right shunt ما حيكون في cyanosis. بعد كده نروح لل cyanotic types اللي هي five T's وهذه لها محاضرة مفصلة لوحدها. لكن الموست كومن فيها اللي هو tetralogy of Fallot. طيب important points on genital examination في البداية لما patient يجيك ب suspected congenital heart defect حيجيك ب signs and symptoms حنبدأ ب history بعد كده نسوي examination. في important points في ال examination لازم نركز عليها. لما patient يكون عنده dysmorphic features تمام أو لو كان عنده any obvious cyanosis. لو كان عنده cyanosis هذا خليني أسوي exclusion لكل acyanotic heart disease. لو كان عنده any previous scars يعني لو baby مسوي قبل ريبير او مسوي سيرجري من قبل وباين ان عنده اللي هو ستارت. طيب look for general signs of heart failure وهذه مهمه جدا مع acyanotic heart disease على العكس اللي هو acyanotic. الهارت فيلير في البيدياتريك بيشنت حيكون عندهم breathlessness, excessive sweating, subcostal or intercostal اللي هو retractions, signs of respiratory distress تمام. بعد كده look for clubbing as a sign for respiratory problems or cardiac problems. طيب نروح للبلس. البلس في الـ infants وفي الـ older children. الـ infants بكل بساطة فين نشوف تلمس لهم البلس عشان تسوي اللي هو measurements للهارت ريت في البريكيال ارتري عند الالبو. اما بالنسبه للاولدر تشيلدرن في الراديال ارتري ايش حنشوف في البلس؟ حنشوف الريت الريثم كاركتر اللي هو بالبيت الفيمورال بلس. ليش نسوي بالبيت الفيمورال بلس؟ عشان نسوي كومباريزون ما بين اللي هو الراديو فيمورال ديلي نشوف هل في ديلي او لا. هذا حصير مع الكوارتيكيشن في اورتا لما يصير في كوارتيكيشن بعد ما يصير في بلد سبلاي للابر اكستريميتي حيصير في كوارتيكيشن فحيقيل البلد اللي واصل للور اكستريميتي. فعشان كده حتلاقي عندهم من اللي هو البلس فوق عندهم سترونج بلس لكن عندهم ويك بلس في اللور اكستريميتي في الفيمورال ارتريز. طيب ان هيد اند نيك لوك فور تانك وهذا مهم جدا عشان نشوف السنتر ساينوسس تمام عشان اعرف هل هو cyanotic or acyanotic. ممكن البيبي ما يجيني ب cyanosis في اللبس او في الفيس هذا يكون مع severe cyanosis لو جاني cyanosis في البدي بشكل كامل. لكن ممكن بس يباين ان عنده central cyanosis في التنك التنك حق اللي هو باين ازرق كذا. بعد كذا palpation for carotid artery نشوف اذا كان في thrill. لو كان في carotid thrill هذا ايش معناته؟ ممكن البيشنت يكون عنده اللي هو aortic او aortic stenosis وصار في transmission اللي هو المرمر واللي هو رايح للcarotid. الJVP ممكن يكون increased as a sign of heart failure لكن not significant below 4 years of age. طيب نروح للpericardial examination. طيب انا سويت full history بدأت أفرق اللي هو إذا كان cyanotic or acyanotic سويت examination فرقت أكثر شفت cyanosis فعرفت إني أنا أتعامل هنا مثلا مع acyanotic أو cyanotic. نروح نسوي pericardial examination أو local examination اللي هو cardiological examination. طب cardiological examination أول حاجة إحنا نبدأ بإنسبكشن بعد كده palpation بعد كده auscultation. طيب في الانسبكشن ايش حنشوف؟ حنشوف respiratory rate and pattern ونشوف اذا كان في any signs of respiratory distress. نشوف any scars medium sternotomy scar or lateral thoracotomy scar اذا كان any scar or previous surgery مثلا مسوي repair لل VSD مسوي اللي هو اي surgery مثلا. بعد كده نسوي palpation للابيكس بيت to roll out the supercardia. ممكن تلمس اللي هو الابيكس بيت في الليفت سايد ما حتلاقيها تسوي سكوتيشن في الليفت سايد ما حتلاقيها ممكن يكون عنده دكستروكارديا في كل الهارت يعني رايح للليفت سايد للرايت سايد هذا حيكون البيبي نورمال ما عنده اي حاجه بس انه الهارت رايح للرايت سايد. بعد كذا ثريل ات ليفت لور استرنال ايدج اف بوزيتيف وات داز ات مين. طيب لازم نعرف ايش موجود اصلا في الليفت لور سترنال ايدج عشان اعرف ايش المرمر او الثريل اللي حيصير عندي. طيب الليفت لور سترنال ايدج موجود الفنتريكل تمام. طيب موجود الرايت والليفت فنتريكل. طيب ايش بينهم؟ بينهم الانتر فنتريكولار سيستم معناته لو صار في ديفكت في الانتر فنتريكولار سيستم معناته حيكون في مرمر
لوجيك كذا حيكون في ميرمر، حيكون بان سيستوليك ميرمر، ولو كان اللي هو grade 4 or more حيكون في thrill يعني بالفابول ميرمر. فلو كان في thrill left lower sternal edge معناته بان سيستوليك ميرمر لأن مكان الانتراventricular septum. Heart sounds ايش معنى لما اقول لك normal heart sound؟ normal heart sound دائما حتى لما في الدكاتره كده تكتب المستشفيات اذا كان عنده نورمال اكسبلتيشن حيكتب لك نورمال اس 1 اس 2 نو ميرمرز نو اد ساوند الى اخره. ايش معنى اس 1 واس 2؟ هذه عرفناه ممكن من سنه ثانيه او سنه ثالثه، انه اس 1 معناته كلوجر للمايترال والتراكاسبت فالف، والاس 2 معناته كلوجر للاورتي والبولمونري فالفز. لكن حيكون في اللي هو شوية ديلي ما بين الكلوجر للفالفز الموجودة على الليفت سايد تقفل قبل الفالفز الموجودة على الرايت سايد، وهذه حنلاحظها بشكل أكبر مع اللي هو الاس 2. ما حتباين ممكن في الاس 1 لكن حتلاقيها في الاس 2. طيب بالعكس اس 1 لو لقيت انه سبليتنج اس 1 هذا ممكن يكون عندهم اس 4 ساين اوف هارت فيلير. طيب S2 لأنه more important والsplitting يكون يعني أوضح في S2. طيب ليش الvalves الموجودة في left side تقفل قبل الvalves الموجودة في right side، وخاصة مع aortic والpulmonary valves وتلاقي في splitting or delay؟ الaortic أو left ventricle حيطلع اللي هو blood في الaorta. البولمينري فالف او البرايت فنتريكل حيطلع البلد حقه فين؟ في البولمينري ارتري. البريشر في الاورتا الفالف البولمينري او الاورتك يقفل لما يصير البريشر سواء في الاورتا او في البولمينري اللي هو وفي البولمينري ارتري لما يصير اكثر من البريشر موجود في الرايت والليفت فنتريكل هنا حيبدا يقفل الفالف. فالاورتا البريشر حقها يصير اكثر من البريشر حق الليفت فنتريكل قبل ما يصير البريشر في البولمونري ارتري اكثر من البريشر الموجود في الرايت فنتريكل، معناته ان الاورتا اورتيك فالف حيقفل بعد كذا حيقفل اللي هو البولمونري فالف. حيكون في سبليتنج، السبليتنج حنلاقي زايد اكثر اور اوبفيس فين، وحنلاحظ ونسمع كويس في مع الانسبيريشن. ليش مع الانسبيريشن؟ لان مع الانسبيريشن لما البلد يرجع من اللي هو السيركيليشن في اللي هو الانسبيراتوري فيس او الانسبيريشن حيزيد الفينس ريتين تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت. طيب فانا عندي هنا الهارت، دقيقه بس انه طيب لما الهارت لما يزيد البلد اللي راجع للرايت سايد والرايت اتريوم بعد كذا الرايت فنتريكل، معناته البولمونري فالف حياخذ وقت اطول عشان يطلع كل البلد عشان يطلع البلد الموجود في الرايت فنتريكل. فمعناته ان الاورتيك فالف حيقفل بسرعه، البولمونري فالف مع الانسبيراتوري فيس حيزيد البلد اللي راجع للهارت، فحيزيد البلد اللي راجع للرايت اتريوم واللي راجع للرايت فنتريكل، فحيكون البلد اللي طالع من اللي هو الرايت فنتريكل اكثر، فعشان كذا البلمونري فين او بلمونري فالف حياخذ وقت اطول عشان يقفل. فعشان كذا حيكون اللي هو السبليتنج واضح مع اللي هو الانسبيراتوري فيس. طيب if we learn to auscultate second heart sound it can give us a lot of clues. ليش؟ أول حاجة إيش معنى لما نقول لك loud second heart sound at pulmonary area؟ البولمونري area إيش فيها؟ فيها بولمونري valve. لو والله صار في بولمونري stenosis حيكون في loud heart sound، زي ما إحنا عارفين مع stenosis حيقفل الفالفز بشكل أقوى، فعشان كذا حيكون عندهم loud second heart sound. طيب fixed splitting هذا مميز لنوع معين من الاسينوتيك هارت ديزيز اللي هو الاي اس دي، ويسالوا عنه مره كثير، وهو الشيء اللي يميز الاي اس دي. حتى لما تلاقيه في الاس كيو فيكس وايد فيكس سبليتنج هارت سكند هارت ساوند على طول اي اس دي. طيب كيف حيصير اللي هو السبليتنج في الاي اس دي؟ احنا زي ما عرفنا قبل شويه مع الانسبيراتوري فيس حيزيد البلد اللي راجع للرايت اتريوم، بعد كده حيزيد البلد اللي راجع للرايت فنتريكل،
بعد كذا حياته بالبلمونري فالف وقت أطول عشان يقفل، فعشان كذا حيكون في سبلتنج. تقريبا في إضافة زيادة لما يكون في ASD، لما يكون في ASD البلد حيرجع من البلد حيرجع من ال بريفر سيركيليشن عن طريق فينس ريتين، هيوصل للرايت اتري، بعد كده هينزل للرايت فنتريكل، هيصير في رشنج للبلد لللانس. تمام؟ طيب اللانس حتبدا ترجع لللفت اتري. اللفت اتري هنا في ديفكت، وحنا قلنا الاي اس دي حيكون في لفت تو رايت شانت، فالبلد حينزل لللفت فنتريكل وحيروح للرايت اتري. فالمفروض لما البلد ينزل من الليفت فنتريكل الحين الاورتا حتطلع البلد او الاورتا كذا حيطلع البلد اللي في الليفت فنتريكل وحيقفل، لكن المفروض ان البولمونري فالف يقفل، لكن في بلد جاي من الليفت للرايت اتريوم ونزل الرايت فنتريكل وصار زود اللي هو المده حقت تقفيل البولمونري فالف، عشان كذا زادت صار في وايد سبليتنج وحيكون فيكست، يعني اللي هو ايش اللي هو نفس المده مع كل هارت بيت. فزي ما عارفين الميكانيزم، البلد حيرجع للفت فنتريكل، بعد كده من اللفت فنتريكل حيروح للرايت اتريوم وحينزل لللفت، حينزل من اللنج لللفت اتريوم، من اللفت اتريوم حيروح in two directions، حينزل لللفت فنتريكل وحيصير بامبنج للبلد وحيقفل الاورتيك فالف، والبلد حيروح يرجع للرايت اتريوم وينزل لليفت للرايت فنتريكل ويسوي ديلاي للبولمونري فالف كلوجر، عشان كذا يصير عندهم اللي هو وايد سبليتنج. بعد كذا سنجل سكند هارت ساوند. طيب سنجل سكند فيكسد سبليتنج كيف؟ ممكن تعيد الفيكسد؟ طيب دقيقة بس بحاول البنسل يكتب عشان يكون الصورة واضحة. طيب حلو، احنا قلنا ان شاء الله يكون هذا فقط. طيب البلد حيرجع، طبعا كده البلد حيرجع من السيركوليشن حيروح فين؟ للرايت اتريوم، من الرايت اتريوم حيبدا ينزل للرايت فنتريكل. تمام؟ من الرايت فنتريكل حيبدأ يطلع هنا اللنك، حيبدأ يطلع عن طريق البلمونري ارتري ويروح لللنك. طيب ايش يصير في اللنك؟ حيصير له اوكسجينيشن، فحيرجع لللفت اتريوم. في الليفت اتريوم انا عندي ديفكت هنا في الفالف هذا، فالمفروض انه ينزل هنا ويصير بامبنج للبلد عن طريق الاورتيك فالف. تمام؟ هذا المفروض، لكن لما يكون في ديفكت في المنطقه هذه البلد حينزل من فوق من اللنج للليفت اتريوم، بعد كذا حيروح للرايت اتريوم وحينزل للليفت فنتريكل. فلما ينزل للليفت فنتريكل هذا حيسوي كلوجر للاورتيك فالف اللي عندي هنا، حيقفل. المفروض لو ما كانت هذه الشنط موجوده ان البولمونري او البولمونري فالف سوى الشيء اللي عليه، طلع البلد اللي جوه الليفت فنتريكل المفروض يقفل، لكن هنا جاي بلد زياده تمام، فالبلد راح بلمونري، عشان كذا بلمونري فالف ما قفل، صار في ديلاي في الكلوجر، فعشان كذا قفل الاورتيك فالف، بعد كذا قفل البلمونري فالف. كذا واضح؟ هو الطبيعي يكون بينهم بس شيء مره بسيط، بس لما في هذه المشكله بيصير له اطول الفتره اللي اي بالضبط بالضبط. هو الطبيعي مع الانسبيريشن حيكون سبليتنج، لكن سبليتنج شوي يعني مو وايد، يعني مو باين مره، ممكن تسمع شويه سبليتنج، لكن لما يكون في هذه الشنط موجوده حيكون سبليتنج مره، يعني حيقفل اورتا بعد الفتره حيقفل البلمونري فالف، حيكون اوبفيس وايد سبليتنج. واضح؟ ايوه واضح، شكرا. طيب ميرمرز due to structural defects. Systolic murmurs are graded on six points. احنا برضو حنرجع لسنه
رابع أعتقد ما أدري إذا بروفاني سوى معكم نفس الليكشر أو لا، إنه هو اللي شرح محاضرة الميرمر. فأول ما تقول اللي هو ميرمر لازم تذكر أكثر من شيء، لازم تقول فين اللي هو اللي هو الأريا، أكثر أريا تسمع فيها الميرمر، فين يصير فيه راديشن، هل في تريل ولا ما في تريل، إيش الجريد إلى آخره. من الأشياء المهمة جدا أن نعرف، لازم نعرف الجريد، وأهم حاجة في الجريد عشان الصلاح، وأهم حاجة في الجريد اللي هي جريد فور. أهم حاجة في الجريد ليش؟ لأن جريد فور معناتها صار فيه تريل، تمام؟ فجريد ثري صار معها تريل. إيش معنى تريل؟ معناتها بيبر والميرمر، تمسك على الشست حق البيب حق اللي هو البيشنز، تحس إن الميرمر تحس بده، كان في بلد فلو ماشي تبدأ. طيب grade 1 is barely audible يعني يدوب تسمع، grade 2 حيكون louder شوية، grade 3 حيكون اللي هو loud لكن ما حتسمع بالتريل، يعني لما تسمع بالستيثوسكوب حتسمع مرة واضح اللي هو الميرمر لكن ما حيكون في تريل. grade 4 ميرمر is loud، وكذا حلما تمسك على الشست حق البيبي حتحس كان في blood flow متحدد ففي تريل، تمام؟ بيضة بميرمر. Grade 5 حيكون في thrill، تمام؟ لكن الزيادة على كده لو انك يعني تقرب الستيثوسكوب من الشيست حتسمع الثريل. Grade 6 حيكون لو ما يعني دون الستيثوسكوب حتسمع الثريل. All murmurs louder than grade 3 are pathologic. طيب في اللي هو physiologic murmur، في physiologic murmur اللي هو innocent murmur. innocent murmur هذا البيبي ما يكون عنده ولا اي حاجه في الحياه except انه يكون يقول لك انا احس انه palpitation، لما تسمع حيكون عنده murmur. المرمر هذا اللي يجي مع لما نسوي exercise، لما نسوي يعني نسوي جهد بزياده حيكون عنده murmur، لكن لما تجي كل حاجه عنده normal except انه عنده murmur، هذا normal ما عنده اي حاجه except اللي هو المرمر هذا normal. طيب listening areas for common pediatric cough murmurs. طيب في four areas هي زي الموجودة في الأدرس. upper right sternal border, upper left sternal border, lower left و في الأبيض. فنفس حاجة في الأدرس. طيب murmurs due to structural defect. مكان المرمر أو الماكسيمم أريا اللي أسمع فيها المرمر هي تديني hint تقول لي إيش نوع المرمر، فين صار المرمر بالضبط، فين صار الديفكت بالضبط. طيب لما يكون عندهم upper right external border، ايش موجود في upper right؟ موجود الاورتا، معناته لو كان في aortic stenosis، تمام، حيكون في اللي هو ايش، حيكون في اللي هو upper right external border. طيب upper left external border، لو كان في upper left external border موجود عندي pulmonary valve، هيك لو كان في pulmonary stenosis regurg او كان في اللي هو high flow through the pulmonary valve كلها حسمعها. بعد كده lower left external border هذه موجودة منطقة الventricles، هنسمع فيها لو كان في VSD ventricular severe defect، تمام، هنسمع bands systolic murmur. إيش معنى bands systolic murmur؟ معناته من أول ما يبدأ اللي هو ال contraction إلى ما ينتهي على طول continuous murmur، هيكون اللي هو systolic. في الابيكس موجود الميترال فالف، لو كان في ميترال فالف ريجيرج اور ستينوزس هنسمع في اللي هو الابيكس في الميترال اريا. طيب الالجوريثم صراحه في كلام مره كثير، اللي منكم حاب يعني يقرا الالجوريثم ويعني حينبسط منه، انا ماني عارف صراحه ايش المقصود فيه وايش المكتوب فيه، فما مريت عليه صراحه لانه كل ان شاء الله حنغطيه في المحاضره. The most common A-cyanotic heart disease. الحين خشينا على موضوعنا الاهم، كل اللي قبل كده في introduction وعشان بس تفهم ايش الأسينوتيك والأسينوتيك، لكن الحين حندخل ايش انواع الأسينوتيك congenital heart disease، ايش الفرق ما بين كل نوع، ايش التايبس حق كل نوع، ايش الكلينيكال اللي هو ايش الهيستوري، ايش الاكزامينيشن، ايش الانفستيجيشن اند مانجمنت فور ايتش تايب. طيب نبدا باول نوع ventricular septal defects اللي هو VSD ventricular septal defect. طيب definition أول حاجة اسمه ventricular septal defect side في اللي هو interventricular septum. طيب the defect could be anywhere in the septum، can be either
بري ممبرينس او يكون اللي هو ماسكولار. فعندنا هذا معناته ان في تو تايبس لي الفي اس تي، اما يكون بري ممبرينس او يكون ماسكولار. ايش الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هذه الصوره موضح الفرق. هنا في المنطقه هذه اللي هي ممبرينس بارس للانتروفنتريكولار سيستم لو صار فيها ديفكت نسميه بري ممبرينس في اس تي. لو كان الديفكت صار في نفس المسل هذا نقول عنه اللي هو ماسكولار في اس تي بكل بساطه وبكل اختصار. لو كان في الممبرينس بارت اوف انترفنتريكولار سيستم هذا حيكون بري ممبرينس، لو كان في نفس المسل هذا حيكون اللي هو ماسكولار. طيب البري ممبرينس بين ادجسنت تو تراكس فالف زي ما احنا مبين يعني هنا هذا تراكس فالف فهو يعني جنب ايش؟ جنب تراكس فالف. طيب الماسكولار completely surrounded by muscles، فزي ما مبين في الصوره هذه انه ال صار نفس المسل الديفكت ففوق وتحت الديفكت كلها مسل في مسل. طيب incidence most common congenital heart defect about 30% of all defects، تمام؟ يعني تقريبا كل A-cyanotic congenital heart disease حنلاقي about 30% اللي هو VSD هو الموست كومن، وغالبا حنشوفه اعتقد انه نزلته لل MCH حتلاحظوا تلاقوه غالبا مع البيشنت اللي يكون عنده داون سندروم يكون عندهم VSD. But can be divided into two parts according to defect size. طيب الحين خلي البيري ممبرينس والماسكولار خليها شوية على جنب. التو تايبس إما تكون سمول في اس دي أو تكون لارج في اس دي، تمام؟ هذه التو تايبس حقت الفي اس دي. السمول it could be بيري ممبرينس أو or could be ماسكولار. اللارج نفس الشيء it could be بيري ممبرينس or could be ماسكولار. ففي سمول في اس دي ولارج في اس دي. طيب السمول ديفكت البرزنتيشن will be different for small defects compared to large defects. حيكون اللي هو البرزنتيشن حقه مختلف بكل بساطة. ال small VSD البيشنت ممكن يجيك asymptomatic ما في أي symptom. ال large VSD البيشنت حيجيك ب اللي هو sign and symptoms of heart failure. طيب less than ال طيب كيف أعرف إذا كان اللي هو small or large VSD؟ على حسب اللي يقول لك الأورتيك فالف. لو كان أصغر من الأورتيك فالف هذا حيكون اللي هو small VSD، لو كان نفس الأورتيك فالف أو أكبر من الأورتيك فالف هذا حيكون large VSD. ما علينا، المهم كان في anywhere in the ventricular system زي ما قلنا، ممكن يكون في الممبرينس بارت أو ممكن يكون في الماسكولار بارت. كان في ممبرينس أو ماسكولار as we said. Clinical features شوف لاحظ النسبة هذه up to 90% asymptomatic، يعني البيشنت اللي عنده small VSD ممكن يكون asymptomatic ما عنده أي حاجة في الحياة except pan-systolic murmur on auscultation بس. But can be present with symptoms of heart failure، هذا لو يعني لو كان continuous وأخذ فترة يعني يعني سنوات عنده small VSD مو راضي يقفل هنا ممكن يسوي له heart failure. طيب ممكن يكون في repeated chest infection، تمام؟ بعد كذا on examination of pericardium may have thrill at left lower sternal edge، لو كان يعني اللي هو في الجريد حقة الجريد 4 اللي هو murmur ممكن نلاقي في thrill. On auscultation loud band systolic murmur، loud band systolic murmur. Band systolic في الكارديولوجي بشكل عام بان سيستوليك معناته من اول ما ابدا السيستول الى ما ينتهي في انا سامع ميرمر. فلما يصير في اللي هو اللي هو يتقفل يصير في سيستول يعني يصير في اللي هو كونتراكشن للليفت فنتريكل، تمام؟ فمعناته البلد اما حيرجع لي اللي هو الليفت اتريوم ويسوي لي اللي هو مايتر ريجيج او يكون يروح للرايت اللي هو فنتريكل ويسوي اللي هو مع الحالات اللي هو البي اس دي. فبكل اختصار بان سيستوليك اما حيكون اللي هو بي اس دي او ممكن يكون ماتر ريجير، لكن مع البيشنت اللي سسبكتد بي اس دي حتسمع عندهم لاو بان سيستوليك ميرمر. زي ما كانت الليفت لور اكسترنال ايدج اللي من اليوم نزيد ونعيد فيها ان مكان الفنتريكولر سيكتر. طيب اذا اي احد عنده سؤال وقفوني في اي لحظه واساله عادي.
بالنسبة للإنفستيجيشنز ECG هتكون نورمال، تيست نورمال، الإيكو إز دياجنوستيك. الإيكو هيوريك اللي هو الديفكت اللي صاير في الفنتريكولار سيستم، إيش السايز حقه، يوريك اللي هو البلد لما رايح من اللفت وداخل على الرايت. فالإيكو مع كل حالات الأسينوتيك هارت ديزيز سوي لهم إيكو ورايح نفسه. طيب فيكون عنده إنفستيجيشن ECG chest X-ray normal، الإيكو حيكون diagnostic. المانجمنت السمول ديتكت doesn't need any treatment. البيشنت ما عنده اللي هو ما عنده اللي هو أي clinical presentation، كل حاجة عنده كويس، ما عنده الأدفانس ستوليك نورمال وعنده سمول BSD، سوينا له إيكو لقينا إنه يعني سمول BSD وباين، فما يحتاج تريتمنت لأنه حيقفل من حالة up to 90% حيقفل من وحده. تمام؟ طيب ممكن نسوي لهم يعني يقولوا أب بإيكو نشوف إذا قفل أو لا، أسوي لهم surgical repair لو كان أخذ يعني more than في significant small defect وأخذ more than 10 years ومورا بيقفل، ذاك الوقت ممكن يسوي لهم surgery و repair عشان أمنع اللي هو heart failure. Like sometimes can be resist to adult life، عشان كده يسوي لهم اللي هو surgery. All children with VSD must be given antibiotic prophylaxis to prevent bacterial endocarditis. صراحة حاولت يعني أبحث إيش السبب للإنفكتيف إندوكارديتس، فما لقيت اللي هو ديفينيتيف أنسر إكسبت إنه البيشنت اللي يكون عندهم VSD في يعني في ثيوريز، بس ما لقيت إجابة واضحة إنه البيشنت اللي يكون عنده VSD يعني يكون عندهم هاي إنسيدنس أوف بكتيريال إندوكارديتس أو إنفكتيف إندوكارديتس، فعشان كده أديهم أنتيبيوتيك بروفيلاكسس وريح نفسه. طيب نروح لل large defect أو large VSD. large VSD باختصار هو يكون عند sign and symptoms of heart failure. The defect equal to aortic valve size or larger than that as we said before. تمام؟ can be anywhere in the septum. ممكن يكون في ال membranes أو ممكن يكون في المعسفلر. تمام؟ the incidence about 10-20% of all VSDs. تمام؟ clinical presentation and your sign and symptoms of heart failure almost always هيكون symptomatic، يعني هيكون عندي symptoms، مستحيل هتلاقي asymptomatic زي اللي هو patients اللي يكون عندهم small VSD. طيب presentation is usually early and can be present at 1 week of age with sign and symptoms of heart failure. يعني في large VSD فالبلد مو جالس يروح للبدي، البلد جالس يروح من ال left ventricle جالس يودي اللي هو البلد للرايت فنتريكل، من الليفت رايح للرايت، فالرايت على طول يعني ما حيطول الا ما اللي حيصير له اللي هو هارت فيلر في الرايت سايد. ايش الساين والسيمبتومز اوف هارت فيلر في البيدياتريك بيشنتس؟ بريثلسنس ديورينج فيدنج، يعني هو لما يسوي فيدنج يعني يكون يسوي اللي هو المسلز حقته نيد مور اوكسجين، فما في اوكسجين واصل كويس لان عنده هارت فيلر، ما في بلد كافي طالع، فهيكون عنده البريثلسنس يحتاج يرتاح شويه ياخذ نفس بعد كده يكمل. poor feeding لان عنده breathlessness during feeding اكيد حيكون عنده poor feeding. sweating during feeding لانه قاعد يسوي exertion، يعني الفيدنج هذا يعتبر له جهد، قاعد يسوي جهد عشان اللي هو عشان to feed. بعد كده failure to thrive. failure to thrive هذه خليها as a keyword للي هما البيدياتريك ديزيز، يعني اي بيدياتريك ديزيز ان عزلت في كرونيك بيدياتريك ديزيز اشتغل لك الدكتور قال لك ايش الممكن الكومبليكيشن تصير ثاني سيمبتومز على طول ارمي للفيلر تو درايف، حتكون في السيف سايد. تاكيبنيا تاكيكارديا بعد كده هيباتوميجالي، ايش السبب حق هيباتوميجالي؟ اللي هو كونجستشن، حيكون في لفت رايت سايد هارت فيلر، حيكون في كونجستشن صاير في اللي هو اللنج بسبب ان اللي هو الفيروفينا كيف باس ثرو دي اللي هو الليفر، فلما يصير في كونجستشن الفيروفينا كيف حيكون في باثوميكالي. ريكرنت تشيست انفكشن كان ون اوف ذا برزنتيشن، يعني ممكن تلاقي عندهم تشيست انفكشنز. طيب اون اكزامينشن باراستيرنال ثرل، تمام الباراستيرنال ثرل جايه من فين؟ جايه من باس ستوليك نيرمال. تمام
soft or no systolic murmur. ماني عارف ليش الدكتور صراحة كاتب هذه العبارة، بس إنه اللي يعرفه إنه بان systolic هيكون عندهم بان systolic murmur، هيكون لو كان great for or more هتلاقي عنده مترقب. أبيكال mid diastolic heart murmur. طيب الميد diastolic mid diastolic murmur إما هيكون المشكلة في التراكست أو في المعترة. طيب لما يكون عندهم defect في PSD والبلد جالس يطلع من اللفت فنتريكل ويروح الرايت فنتريكل، معناته لازم البلد يبغى مور اللي هو بلد، فلازم ان البلد يكون بكميات كبيرة ينزل من الرايت لفت اتريوم لفت فنتريكل عشان يكون في بلد يعني يكفي شوية الجسم. فعشان كده يكون البلد through the اللي هو الميترال فالف هيكون هاي بلد فلو ثرو ذا ميترال فالف، هيسوي ميد ديستوليك ميرمر. كيف طيب. هو هيكون عنده بان معلش كيف انه هيكون عنده بان سيستوليك ميرمر وفي نفس الوقت عنده ميد ديستوليك ميرمر؟ طيب حاجتين كلها مع بعض. طيب الميد ديستوليك ميرمر حتكون فين؟ في الديستول. اما البان سيستوليك ميرمر حتكون فين؟ في السيستول. يعني هو البلد الا ما يكون في بلد راح من الليفت للرايت فنتريكل دون السيستول، بس ما حتسمع الا لما يكون في سيستول ويصير كونتراكشن. اوكي كويس. طيب بعد كده السكند هارت ساوند لاود بي two اللي البولمونري فالف كلوجر اسوشيتد وذ بولمونري هايبرتنشن. ما عرفت صراحه ايش الميكانيزم، بس انه في ثيوري تقول انه لو كان عندهم اللي هو بولمونري هايبرتنشن حيسوي ايش؟ حيسوي رايت سايد او رايت فنتريكولر هايبرتروفي. لو كان في رايت فنتريكولر هايبرتروفي فلوجيك حيكون الكونتراكشن قوي حق اللي هو الرايت فنتريكل، يعني في ريزيستنت للبلد فلو في البولمونري ارتري، لانه يكون في بولمونري هايبرتنشن حيكون البلد بريشر موجود في البلمونري ارتري مره عالي البريشر حقه وفي ريزيستنس، فلازم ان البلمون الرايت فنتريكل يسوي كونتراكشن يعني بقوه عشان يطلع البلد. عشان كده حيكون عندهم اللي هو بلمونري فالف حيقوي يقفل برضه بشكل اقوى، حيكون عندهم لاود بي 2. انفستيجيشنز ايكو از دايجنوستيك. طيب نمر على الاي سي جي، هتلاقي عندهم بايبن سكر هايبرتروفي فروم ايج اوف 2 مانث انفيرتد تي ويف ابرايت تي ويف ان في 1 سيبه كلها منها ما اذكر احد يتسالنا. طيب تشيست اكس راي لما يكون عندهم احنا قلنا في رايت سايدد هارت فيلير معناته يكون عندهم بولمونري هايبرتنشن، لان حيكون البلد اللي واصل للبنز مره عالي فحيكون عندهم بولمونري هايبرتنشن. طيب لما يكون عنده بالمنيا هايبرتنشن ايش حنشوف في التشيست اكس راي؟ تزيد اللي هو الفاسكولار ماركتنج، يعني الفاسكولاريتي حق البلانك حتلاقيها مره عاليه. ممكن يكون عنده بالمنيا الايديما يعني بسبب ايش؟ بالمنيا هايبرتنشن فيصير ليكج اللي هو الفلويدز من البلد، فممكن يكون عندهم بالمنيا ايديما. ايكو كارديوجرام از ا دايجنوستيك، هيوريك اللي هو الديفكت ايش السايز البلد اللي هو رايح من الليفت للرايت. المانجمنت للـ VSD احنا اللارج السمول قديش؟ سيبه من واحده حيقفل من حاله، لو ما قفل بعد 10 سنوات سوي له سيرجري. طيب الـ VSD لا ما نستنى عليه، الـ VSD البيشنت حيدخل على طول في هارت فيلر، لازم اي هاف تو اللي هو تو دو السيرجري، لازم اسوي سيرجري ريبير. فهنا لازم يعني at the age of 3 to 5 months لازم نسوي سيرجري في الكلوجر لي اللي هو الديفكت اللي صاير عنده. تمام. طيب initial medical therapy to prevent heart failure and pulmonary hypertension with diuretics and captopril. طيب لما يكون عنده heart failure لو هو في ST large ST وعنده heart failure، لو كان عنده pulmonary edema اديهم اللي هو اديهم diuretics، لو كان عنده ascites لو ورم ديما يعني يديم بشكل عام يديم diuretics حتى لهم الدود الزايد. طيب the most commonly used drug pyrozamine spironolactone AC inhibitor like captopril handy as a diuretics، وطلع اللي هو pyrozamine spironolactone حطلع الاكسترا فلويد. aim of medical treatment to protect the child as we said from heart failure and pulmonary hypertension
its complication. Like nutritional support before surgery is very important, and so we really want nutritional support. بعد كذا نعيد ما فعلنا. All children with BST must be given antibiotic, prophylaxis for infected endocarditis. الحين خلصنا من أول أول تايب لـ A-cyanotic heart disease اللي هو BST. نسوي باك اب سريع. أول حاجة عندنا two types من الـ BST معناته صاير في الـ ventricular section. في two types, إما حيكون small أو إما حيكون large. Small ممكن يكون في الـ membranous part أو ممكن يكون في الـ muscular part. الـ small ما عندي أي شيء في الحياة except اللي هو يعني not up to 90% يكون asymptomatic. Except in the examination, I can do advanced systolic murmur, investigations, and so we echo is diagnostic. The management, and so we are going to do anything. If we don't do it, if we don't do it, after 10 years, we're going to do surgical repair. Large BSD, برضو نفس الشيء إما يكون في ال سافي سيفتال ديفكت أولار إما يكون في الممبرينس أو إما يكون في الماسكولا السانا سيمبتومز أوف هارت فيلير الانفستيجيشنز أليكو حيبين لك كل حاجة المانجمنت لازم يسوي سيرجيكال ريبير ات 3 ات ذا ايج اوف 3 تو 5 مانس. طيب نروح للسكند تايب اوف A-cyanotic heart disease اللي هو بي دي اي وبريزيستنت داكتس ارثريوزس. Definition: what's ductus arteriosus? Ductus arteriosus and fetal circulation has been in the duct, or it can be any, shunt connect the pulmonary artery to descending aorta. The fetal life, has been the pressure that is present in the pulmonary artery is greater than the pressure that is present in the aorta. تمام. فعشان كذا حيكون البلد رايح من البلوني آرسي ورايح بين في الأورتا. بعد ما يولد حيكون يزيد البلوشر في الأورتا. فعشان كذا لو ما تقفلت البلد حيصير يدخل من الاورتا يدخل على البلمونري ارثري فحيكون في ليفت تو رايت شنت من الاورتا للبلمونري ارثري. طيب in older children failure of duct closure is due to defect in the constrictor mechanism اللي هو الدكت يصير فيها constriction وحتقفل تقفل يعني maximum in the first week of life ويعني commonly within two days لكن يعني ممكن إلين up to one week تكثر منها. طيب the flow of blood and BDA is from aorta to pulmonary artery after birth يعني صار عندهم left to right blood flow تمام as يعني يصير في fall in pulmonary vascular resistance after birth حيكون البريشر موجود في الاورتا اكبر بعد البرث. طيب لو كان عندهم بي دي اي هم بري تيرم حيكون نورمال بي دي اي لان لسه ما البري تيرم بشكل عام لسه ما اكتمل النمو حقه كل حاجه فلو لقيت عندهم بي دي اي حيكون نورمال. انسيدنس اب تو 12% اللي هو البي دي اي از سكند موست كومن تايب اوف A-cyanotic heart disease بعد البي اس دي. البريزنتيشن mostly asymptomatic ما حيحتاج عندهم اي symptoms تمام او ممكن يكون عندهم resistant اللي هو heart failure ويكون اللي يعني لو استمرت فتره مره طويله حيكون في left to right chunks فحيدخل في اللي هو heart failure. كل ال complication لي A-cyanotic heart disease غالبا associated مع heart failure ليش؟ لان يكون عندهم left to right chunks فحتزيد اللود على الرايت فنتركل فحيدخل في رايت فنتركلر هايبرتروفي بعد كده رايت سايدد هارت فيلير. طيب البي دي اي البيشنت اللي يكون عندهم بي دي اي حيكون عندهم ممكن باوندينج بلس لو كانوا بري تيرم بيبيز كونتينيوس اور سيستوليك ميرمر ات ليفت انفرا كلافيكولر اريا. في الكلافيكل في الانفرا كلافيكولر اريا موجوده منطقه البي اللي هو الدكتس ارثيوزس فلو ما تكفلت حتسمع اللي هو البلد فلو في هذه المنطقه اللي هي ليفت انفراك اللي هو الكلافيكولر اريا حيكون عندهم ميرمر. طيب وايد بلس بريزيست بريشر كوزنج كولابسنج بلس ان اولدر تشيلدرن وايد كولابسنج بلس اللي هو وقت الحمر حمر بلس لما تمسك اللي هو البيبي اللي هو لما زي اللي حكينا نسويه في الميديسن لما تمسك الارشي ويكون عند البلس بعد كده ترفع
يكون في اللي هو كولابسنج باص تجي باص كده قويه بعد كده يرجع للنورمال. Can present in a preterm baby as a result in getting off the ventilator and failure to thrive. Investigations, ECG normal, تمام. لو كانت large BDA ممكن يكون عندهم left ventricular hypertrophy. ليش left ventricular hypertrophy؟ left ventricular حيزيد الشغل حقه عشان يبغى يوصل more blood للtissues. فعشان كده حيدخل ممكن يدخل في hypertrophy. طيب ممكن برضه يكون في right ventricular hypertrophy لو كان في pulmonary hypertension تمام، لانه زي ما قلنا مع pulmonary hypertension حيصير في right ventricular hypertrophy بسبب انه في resistance لي اللي هو blood flow من pulmonary vent. It's just X-ray مع BDA normal، لكن لو كان في pulmonary hypertension حنلاحظ increase the vascularity. الإيكو is diagnostic زي ما قلنا في A-cyanotic heart disease سوي الإيكو. فإيكو with اللي هو دوبلر ultrasound عشان نشوف اللي هو ال blood flow إنه داخل من الأورطة وراح رايح لل pulmonary artery. طيب المانجمنت في preterm baby هنديهم إيش؟ IV endomethacin. endomethacin هذا هيقفل اللي هو ال BDA تمام. الثيلة ميديكال تريتمنت نضطر نسوي لهم سيرجري وكلوجر تمام عن طريق اللي هو كارديك كاث لاب with كويل immobilization at 1 year of age. If large and sign of symptoms of heart failure or pulmonary hypertension نسوي لهم اللي هو surgical ligation 3 to 5 months. يعني لو كان اللي هو acute ودخل heart failure من بدري دخل في heart failure فاضطر على طول يسوي له surgical ligation في وقت مبكر زي ال VST او ال RVST اللي هو 3 to 5 months of age. طيب نرجع نسوي باك اب سريع لل BDA. BDA patient mostly يكون asymptomatic بالنسبه للexamination حيكون عندهم اللي هو ميرمر. الميرمر فين مولود؟ موجود في منطقه ال BDA اللي هو في ال left intraclavicular area. ال investigations اللي هو حنسوي له ماريو ايكو ديجنوستيك. المانجمنت والله لو كان بريتير بيبي ادي اندوميثاسين وما دخل في سيرجري وريح نفسك حيقفل من وحده اللي هو الاندوميثاسين حيقفل. لو كان والله الاندوميثاسين ما نفع هنا لازم نسوي سيرجري، اما اسوي لهم اللي هو اقفل لهم عن طريق اللي هو كاث اللي هو في 1 year of age، او لو كان عندهم heart failure سيفير هارت فيلر ودخل بدري في سنة سنتين هارت فيلر هنا اضطر اني اسوي له سيرجيكال ليجيشن من بدري في عمر 3 إلى 5 شهور. طيب هنروح لل ASV ATM septal defect اللي هو third most common type of A-cyanotic congenital heart disease. طيب definition according to type of ASV. ال types of ASV في اللي هو secundum ASV هذا most common up to 80%. وبريميوم ASD وساينس فينس ASD up to 5%. طيب ايش معنى السكند بريميوم والكلام هذا؟ احنا نذكر في الامبريولوجي الديفلوبمنت لل ASM سبتال او اللي هو الاتيا سبتال هذا حيكون ايش؟ هذا حيكون البريميوم تمام. بريميوم اللي هو اتيا سبتال هذا سكندم اللي هو اتيا سبتال فهذا بريميوم هذا سبتال. لما يصير في اللي هو ديفلوبمنت للبيبي في الاخير حينتهون هذا بريميوم وهذا السبتم وقبل ما قبل ما اللي هو قبل ما يدخلون مع بعض يكون بينهم في اللي هو هنا في فتحه نسميها اللي هو فصه اوفان. حلو؟ طيب لما يكون في سكندم اي اس دي معناته الديفكت صاير فين؟ صاير في الاي اس دي. فين بالضبط الاي اس دي؟ معناته صاير هنا في المنطقه دي في السكندم بارت. طيب لو كان عنده بريميوم اي اس دي معناته صاير هنا الديفكت في البريميوم بارت. طيب types of ASD secondum ASD معناتها صار عنده defect في secondum part of ASD اللي هو atrial septum. premium ASD اللي هو صار عنده defect في البريميوم part of atrial septum. طيب secondum ASD definition defect in center of atrial septum involving fossa of valves زي ما قلنا الديفكت هذا اللي هو السكندم اي اس دي زي ما انتم شايفين الصوره
سيكند الاي سي الديفكت كومبوننت هذا في السكند بارت، اما البريميوم اي سي حيكون في البريميوم بارت. تمام. طبعا ال يقول لك انه السكند انفولفينج الفوسا اوفال اللي هي الاوبننج اللي ما بين البريميوم والسكند قبل ما يصير في فيوجن ما بينهم. طيب incidence about 80% of all ASD زي ما قلنا هو most common type of اللي هو ASD. Clinical features symptoms the patient ممكن يكون asymptomatic يكون عندهم اللي هو اللي هو murmur. إيش نوع المرمر؟ كل ال ASD نوع المرمر wide هيكون عندهم اللي هو هيكون عندهم systolic murmur here فين في منطقة اللي هو ال atrial سبتة في الأبر ليفت سترنال إيج. تمام. أبر ليفت سترنال إيج. لكن لو كانت إنفرا كلافيكولر عندهم بي دي إيه. لكن في الأبر ليفت سترنال إيج هتكون منطقة اللي هو الأتريال سبتة. هيكون في فيكست سبليتنج أو وايد فيكست سبليتنج أوف إيه أوف إس 2. هذا أهم حاجة في الأسبورتيشن هو اللي هيجيبونه في الاختبار. هو اللي يميز الأي إس بي. تمام. طيب بعد كده نروح للانفستيجيشن. الاي سي جي مر عليه بشكل سريع. باشير رايت من دلوقتي بلوك رايت من شكر المتكوبي رايت من شكر بيتروفي تشيسك اكس راي لو كان مثلا عندهم اللي هو بلموني هايبرتنشن ممكن يكون عندهم كيست بلموني فاسكولاريتي. الايكو از دايجنوستيك. المانجمنت ايديال ايج اللي هو 3 to 5 اللي هو years اللي هو surgical closure يعني يسوي لهم surgical closure في 3 to 5 years. طيب يقول لك انه الكلوجر يكون في cardiac cath. فنراجع السكندم بشكل سريع. السكندم ASD اللي هو حيكون defect في السكندم بعد involving الفص اوفالس. الانسيدنس about 80%. السيمبتومز mainly asymptomatic. والاكزامينيشن حيكون في وايد فيكست سبليتنج اس 2 سكند هارت ساوند. الانفستيجيشنز الايكو از دايجنوستيك. المانجمنت سوي سيرجيك كلوجر ات ذا ايج 3 تو 5 ييرز اوف ايج. طيب البريميوم اي اس تي او باشيال اتريو فنتركولر سيبتال ديفكت. والحين ليش نعرف ليش هنقول اتريو فنتركولر وباشيال اتريو فنتركولر سيبتال ديفكت. Definition defect in lower atrial septum involving the left atrial ventricular valve and your mitral valve which has three leaflets and it tend to leak. إيش معنى الكلام هذا؟ الصورة هذه إن شاء الله هتعجبك. هذا البريميوم بارت أو بريميوم اللي هو ASD. البريميوم ASD إيش جنبه؟ جنبه هنا المايترال فالف. فهو افكت المايترال فالف ممكن يقول لك يسوي اللي هو ديفكت في نفس المايترال فالف. وعشان كده المايترال فالف هو one of the components of atrio ventricular اللي هو septum. تمام. فلو كان في ديفكت في واحد من الليفلت حق المايترال فالف هيكون في partial atrio ventricular septal defect. فهيكون هو قريب من المايترال فالف هيكون في ديفكت في البريميوم بارت في ASD involving اللي هو leaflets of mitral valve. عشان كده قلنا partial atrial ventricular septal defect. Incidence about 10% of ASD هو up to 10% of ASD يعني السكندم up to 90% or 80%. طيب الكلينيكال فيتشرز كان بي اسيمبتوماتيك زي السكندم. ممكن يكون chest infection, wheeze, can present with features of heart failure لو يعني استمر فترة طويلة ممكن يكون عندهم heart failure. عشان تريح نفسك كل الكومبليكيشن الاسيمبتوماتيك زي ما قلنا heart failure ممكن يكون في arrhythmias. طيب الساينز زي يعني تكون تقريبا هي نفس حاجة السكندم. هيكون في اللي هو systolic murmur at upper left sternal edge. هيكون في اللي هو ممكن يكون في apical band systolic murmur. ليش band systolic murmur؟ يعني لو كان في اللي هو mitral regurg يعني صار في defect في mitral valve. فلما يكون في defect في mitral valve ويكون في اللي هو systolic contraction left ventricle هذا حيرجع اللي هو ال blood في left atrium. فزي ما قلنا band systolic murmur إما حيكون البلد يطلع لفوق يسوي اللي هو مع المايترال ريجير
أو البلد يروح للرايت فنتريكل مع اللي هو البي اس تي. فالبيشن دولة يكون عنده ديفكت في المعتر الباب، عشان كده ممكن يكون عنده بانس سوستوليك ميرمن. طيب هذه الفيكس ان واي دي سبليتنج سنتر ساوند، هذا في الاي اس تي بوث بريميوم اند سكندم. الانفستيجيشن الاي سي جي حتكون زيها زي السكندم، بارشل رايت اند برانش بلوب، ممكن يكون في فنتريكولار هايبرتروفي، ممكن يكون في ليفت اكسس ديفيشن سو كولد سوبيريور كيو ار سكندم. طيب بعد كده الشست اكس راي لو كان عنده بلمونري هايبرتنشن هيكون في ايش؟ انكريس الفاسكولاريتي. الإيكو is the diagnostic لكل both types of ASD. طيب بالنسبة للمانجمنت حنسوي لما اللي هو surgical closure at the age of 3 to 5 years of age زي اللي هو السكندر. طيب كده خلصنا الحمد لله. إذا أي أحد عنده سؤال أي نقطة ما واضحة تبغاني أوضحها يتفضل. ممكن تعيد حقة ال co-aortication of aorta؟ coarticulation of aorta هي موجودة هنا تمام؟ أيوة coarticulation of aorta إحنا لما يكون في اللي هو هذا الحالة الأورتا لما تطلع من left ventricle تمام؟ بعد كده يكون في arch مدري وبعد كده تنزل على الأسفل. تطلع ascending aorta يكون في arch aorta، طبعا نتبه هنا مضروب بس تخيلوا معاه arch aorta بعد كده يكون في descending aorta. لما البلد يطلع من ال left ventricle تمام؟ هيكون يديش هيدي قبل ما يروح الارش هيدي اللي هو ال upper extremities. هذه upper extremities لما يكون coarticulation في المنطقة هذه coarticulation في aorta الأبر extremities حتاخذ البلد حقها كافي، لكن في coarticulation في اللي هو شيء مضيق الأورطة في المنطقة هذه، فعشان كذا البلد ينازل هنا حيكون قليل. فالبلد اللي حيكون في الأبر extremity حيكون أكثر من البلد اللي ينازل lower extremity، عشان كذا في الأبر extremity حنلاقي عندهم اللي هو strong pulse، لكن في left في اللي هو lower extremity صار عندهم اللي هو weak pulse. يعني الأبر extremity أخذ البلد سبلاي حقه قبل ما يصير coarticulation، لكن اللور أخذ البلد سبلاي بعد coarticulation بعد ما ضيقت الأورطة. coarticulation معناها ضيق؟ coarticulation أيوة إنه الأورطة تكون ضيقة شوية. أوكي أي سؤال ثاني؟ يعطيك العافية كل شيء واضح. الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله ورب يوفقكم وتحملوني معلش على الإزعاج اللي صار والله يسعدكم يعطيكم ألف عافية وكل فخر صراحة إني أشرح لكم بالعكس أنا أستفيد منكم والله. يعطيكم ألف عافية.